حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل وحنواصل في جمال قصة سيدنا عباد بن بشر. عباد بن بشر له صلة عجيبة بسورة الكهف من خلال قصة، إذا ذكر سيدنا عباد ذكرت صلته بسورة لا يحب أن يقطعها أبدا إذا بدأ فيها. القصة بدأت من غزوة ذات الرقاع عندما رجع النبي المصطفى، وكان من ضمن من رجع بهم النبي المصطفى هم يعني هو والصحابة سبي، كان من ضمنهم امرأة كان زوجها شديد الحب لها، فحلف أنه لن يرجع حتى إما أن يقتل النبي المصطفى، إما أن أقتل محمدا أو أن أريق فيهم دما، هؤلاء الذين أخذوا زوجتي أنا لن أرجع إلى موطني إلا إذا خلصت الناس والأمة من هذا الذي يفتن الناس في دينهم، أو أن أصيب فيهم دما افتداء لزوجتي الذي يعني أخذوها مني. فالنبي المصطفى هو راجع في الطريق جاءت ريح شديدة، اضطروا أن يجلسوا في مكانهم، فقال النبي المصطفى من يكلأنا من يحرسنا. ذكرنا لكم أن سيدنا عباد بن بشر من مناقبه أنه كان يعني من أكثر الناس اهتماما بحراسة النبي المصطفى، تعددت هذه المواقف له في عدة يعني غزوات، في غزوة الخندق حتى أن النبي المصطفى عندما كان يعني في بيته أو في مكانه رأى أن بعض الكفار يحاولون أن يجدون ثغرة في الخندق حتى يخرجوا منها ويدخلوا منها إلى المدينة ويغيروا ويحاولوا أن يثيروا الشوشرة ويبدلوا الوضع الذي كان عليه الحال بالخندق. فقال النبي يا عباد، لأنه كان يعلم أن عباد قريب منه، كانت تقول سيدتنا أم سلمة كان ألزم أصحاب رسول الله بحراسة رسول الله، كان ألزم أصحاب رسول الله بحراسة رسول الله حول قبته أو مكانه عباد بن بشر، وهذه أنا أعتبرها منقبة وشهادة من أم المؤمنين لسيدنا عباد بأنه كان كثير الحراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة في هذا أن النبي لما نادى من داخل بيته أو قبته يا عباد، كأنه بل هو يعلم أن عباد دائما قريب ولصيق بحراسته للنبي المصطفى، فقال إن الكفار يريدون أن يجدون ثغرة في الخندق فاذهبوا واردعوهم، ثم قال اللهم انصرهم اللهم أيدهم، ودعا لأصحابه، وبالفعل وجد عباد بن بشر ومجموعة من الصحابة أن أبا سفيان كان يريد أن يستغل منطقة يضيق فيها الخندق ثم يدخل إليه منها إلى المدينة، فردوهم وحاربوهم حتى أرجعوهم إلى مكانهم. كذلك حتى في الحديبية عندما كان يكتب سهيل بن عمرو الصلح مع النبي المصطفى، كان على رأس النبي المصطفى يحرسه سيدنا عباد بن بشر، حتى عندما رفع صوته سهيل قال له سيدنا عباد في قمة الغيرة على رسول الله اخفض صوتك عند رسول الله، لأنه ما يليق بمثل هذا أن يرفع صوته أمام النبي المصطفى. فتحركت الغيرة عند سيدنا عباد فقال له اخفض صوتك. فهكذا كانت في تبوك، كان على رأس الحراس للنبي المصطفى كان سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه كان دائما موصوف باهتمامه بحراسة النبي المصطفى، وما فينا أحد ما يتمنى وما يتشرف أن يكون حارس للنبي المصطفى، لكنها سوابق السعادة التي أكرم بها سيدنا عباد بن بشر. الشاهد أنه كنا نتكلم عن حراسة سيدنا عباد بن بشر للنبي المصطفى اللي تعددت في عدة أماكن. ففي غزوة ذات الرقاع قال النبي المصطفى من يكلأنا مباشرة، لأنه متعود على هذا الأمر، نط سيدنا عباد بن بشر، سابق سيدنا عباد بن بشر، قال أنا يا رسول الله. فكان أول اثنين استجابوا لذلك النداء سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا عباد بن بشر، فقالوا نحن نكلأك يا رسول الله، نكلأ الجيش كله، احنا اللي نحرسكم. النبي المصطفى أذن لهم، سيدنا عمار وسيدنا عباد كل واحد منهم يؤثر الآخر، فيقول يعني الواحد منهم للآخر تقوم أول الليل أم آخره. هم ما عودوا نفسهم أن يناموا الليل كله، مو مثلنا احنا لربما اليوم كله يضيع علينا نوم، هم عودوا نفسهم على أن يكون لهم جزء كبير من قيام الليل من الصلة بباريهم، من الصلة بخالقهم، ينتصبون. فإذا فرغت
فانصب، كانوا عايشين حلاوتها وحقيقتها. الشاهد أنه سيدنا عباد يقول لسيدنا عمار قم أول الليل أم آخره، قال له سيدنا عمار قم أنت، يعني احرس أول الليل وأنا احرس آخره. فنام سيدنا عمار يستعد للقيام في آخر الليل، وبدأ أول الليل حراسة سيدنا عباد، وهم يعلمون أن أعظم الحراسة عندما يتصلون بباريهم. فقام وكبر وصلى للمولى سبحانه وتعالى، وأخذ يقوم الليل ويتلذذ بقراءة كتاب المولى وكلام المولى وهو في الصلاة. وإذا بذلك الذي قلنا عنه أنه نذر ألا يرجع إلى قومه إلا إذا أصاب محمدا أو دما من أصحاب محمد. فعندما رأى سواد من بعيد قال هؤلاء أصحاب محمد، وإذا به يجهز النبل ثم بعد ذلك ويجهز السهام ثم يرسلها إلى ذلك القائم، وهو يرى خياله وسواده من بعيد. وكان سيدنا، تخيلوا الموقف، موقف ما هو بسيط يا جماعة، رجل قائم يصلي وهو في وسط صلاته كما تذكر يعني الكتب والروايات، وهو في وسط صلاته وإذا بالسهم مباشرة يأتيه، فما يكون. تخيل أنت الآن في صلاتك وتمر عليك ذبانة، ما هو بس سهم يخترقك، تمر عليك يمر واحد أمامك تسمع صوت، وإذا بالواحد لا شعوريا ينشغل بذلك الصوت أو ينشغل يعني بما يشغله، هذا يخترقه السهم. تتخيلوا إيش سوى سيدنا عباد؟ صدقوني يعني الشيء عجب، لولا أن الكتب يعني تواترت في قصة سيدنا عباد ما كان منه إلا أن نزع السهم من مكانه وأتم صلاته. فرأى ذلك الرجل هذا السواد الذي من بعيد ثابت في مكانه، فرماه مرة أخرى بالسهم فوقع منه السهم في موقع، والدم يخرج من سيدنا عباد بن بشر وهو قائم يصلي، فما كان منه إلا أن نزع السهم مرة أخرى. فرماه بالسهم مرة ثالثة فنزع السهم، ثم خفف من صلاته وركع وسجد وسلم، ثم أيقظ سيدنا عمار. فلما قام سيدنا عمار أخذ يطلب ذلك الرجل، عرف أن الجيش لربما أو الناس عرفوه، فهرب وقد حقق ما أراد أنه أصاب دما في أصحاب النبي المصطفى. سيدنا عمار عاتب سيدنا عباد عتاب المحب، قال له لما لم توقظني من أول الأمر؟ يعني أنت العدو جالك ورماك بالسهم والدم خرج منك معذور حتى في قطعك للصلاة، فأنت في غاية العذر، لماذا؟ اسمع الجواب، اسمع القلوب المعلقة بربها، اسمع القلوب التي تذوق حلاوة الإيمان. شوفوا يا جماعة كيف حلاوة الإيمان تغلب مرارات العذاب كلها. كان يقال في سيدنا بلال عندما كان في الرمضاء، عندما كان يحرق بتلك الرمضاء وبالرمح المكوي والمحمي بالنار، أن لذة حلاوة ذكره، لأنه كان يقول أحد أحد، يقول يعني بعض أهل المعرفة أن حلاوة الذكر غلبت ألم يعني أعذاب الحر والشدة الأذى والبلاء الذي كان من قريش. حلاوة القراءة لسورة الكهف أنسته هذه الألام، قال كنت في سورة، اسمع الجواب لما قال له لما لم توقظني، قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. يا سلام، إيش الإيمان هذا؟ إيش السمو هذا؟ إيش الحلاوة هذه اللي أكرمهم الله إياها؟ اللهم كما أكرمتهم بحلاوة الإيمان فأكرمنا بها، وكما أذقتهم طعم الإيمان فأذقنا إياه يا رب العالمين. قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، ووالله لولا أني أخشى أن يؤتى من قبلي، يعني يكون الهزيمة والأذية لرسول الله، لأنه ما يدري هل هو واحد هذا، هل وراءه جيش، فقال لولا أني أخشى أن أؤتى من قبلي لجعلت نفسي ينقطع قبل أن أقطع السورة. يعني لو أموت أنا ما عندي مشكلة، ولكن ما أقطع سورة الكهف. هو ما رضي أن يقطعها، والواحد مننا يأتي عليه يوم الجمعة والنبي حثنا على قراءته يوم الجمعة وهو في بيته هاني متنعم يعيش سعيد فرح، لربما تمر عليه الجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة ما يقرأ سورة الكهف. وسورة الكهف مثل ما قال النبي المصطفى نور، إذا قرأها الإنسان في الجمعة تبقى له نور إلى الجمعة التي يعني تعقبها فيما بعد أسبوع كامل، هو منور إذا قرأ سورة الكهف. أرجوكم يا إخواني بعد ما سمعنا القصة هذه من سيدنا عباد أن لا ندع قراءة سورة الكهف كل جمعة، كره أن يقطعها وهو يصاب بالسهم تلو السهم، وإحنا في بيوتنا نعيش منعمين. ينبغي لنا أن نحافظ على هذه السورة العظيمة.
سيدنا عباد بن بشر كانت له صولات وجولات في أيام حياته حتى جاء يوم اليمامة، ذلك اليوم العظيم الذي برزت فيه صولات وجولات الصحابة ونصرتهم لدين الله بعد وفاة النبي المصطفى. هو في نفس تلك الليلة رأى أن السماء انفرجت، ثم بعد ذلك طبقت عليه، فأيقن أنها تلك الشهادة، فدخل في تلك المعركة، وكانت بدايتها نصرة لمسيلمة أو فوز لمسيلمة، حتى بعد ذلك تداعى الصحابة وصارت هناك ميمنة وميسرة والأنصار في جهة والمهاجرين في جهة، وتداعى سيدنا البراء بن مالك وعباد بن بشر باقي أصحابهم، وانضموا قرابة 400 إليهم، حتى إذا انضموا وبعد ذلك انقضوا على العدو كما ينقض أسد على فريسته، وإذا به بعد ذلك تكتب له الشهادة ويتحقق له المراد ويقتل ويموت سيدنا عباد ابن بشر. تخيل معي كيف لو أن لغة الوفاء والإخلاص والشجاعة في طلب الحق أصبحت هي السائدة في كل مناحي حياتنا، داخل الأسرة، في زوايا المجتمع، في أعمالنا ومصالح الدنيا. ماذا لو أصبحت مناهجنا تغرس في أطفالنا قيمة هذه الخصال التي تتصل بالأمانة والصدق والفطنة، وتضرب لهم أمثلة تحتذى من سير عظيمة سجلها التاريخ بسطور من ذهب؟ ترى ما الذي سيتغير؟ حتما ستكون وجهتنا متسارعة الخطى نحو أمة إسلامية تمتلئ مجتمعاتها بالعدل والسلام. حتما سيخرج علينا جيل يعيد لنا بريق الفخر بالعودة لما كنا عليه. لن نشاهد تلك الفجوات التي قسمتنا إلى أحزاب وطوائف، ولن يعيش بيننا ذلك التفاخر الذي ليس له علاقة بالعمل والدين، إنما ستسود حالة من الطمأنينة، لأن قلوبا مخلصة أصبحت تأخذ على عاتقها الطريق إلى المستقبل، إلى نهضة الأمم بالعلم والسلام. كثيرة هي الأمنيات التي نريد، ولكن يجب أن نفكر جيدا من أين نبدأ. الخلاصة اللي حابين نخرج بها من الحلقة اللي كلنا استمتعنا بها بمتعة سماع أخبار سيدنا عباد بن بشر، عدة أمور، من ما بقول من أهمها، لكن منها وأكيد أنت خرجت بأشياء كذلك كثير جدا مهمة. منها أولا أنه أتمنى أنه نحافظ على قراءة سورة الكهف ونتعلم الفضائل اللي فيها. سيدنا عباد بن بشر كره أن يقطعها والسهام ترمى في صدره، إحنا نحافظ على قراءتها كل جمعة. الأمر الثاني، سيدنا عباد بن بشر كان من أشد الناس حرصا على حراسة رسول الله، والحراسة أمانة. أتمنى أن إحنا كذلك نكون شديدين الحرص على حراسة شرع رسول الله وهدي رسول الله، فهو أمانة في أعناقنا. الأمر الثالث، شفنا أمر خارق للعادة جرى مع سيدنا عباد بن بشر، نتعلم منه أن الأمور الخارقة للعادة إذا كانت للأنبياء فهي معجزة، وإذا كانت للمؤمنين فهي كرامة. اللهم اجعل أعظم كرامة لنا الاستقامة، واقبلنا على ما فينا يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا عباد بن بشر بن وقش، تتخيل أنه في صحابي آخر اسمه عباد بن بشر، وكثير ما يحصل الخلط فيه خصوصا عند مسألة يعني دائما تذكر، ألا وهي مسألة تحويل القبلة، فيذكرون أن أول من ذكر تحويل القبلة سيدنا عباد بن بشر، وذكرها لقومه وكانوا يصلون صلاة الظهر فتغيروا، فأصبح الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وتوجهوا من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. الذي أخبرهم بذلك هو عباد بن بشر، ولكن هو عباد بن بشر القيضي
الأنصاري من بنو حارثة، عباد بن بشر بن قيضي الأنصاري من بنو حارثة، وليس عباد بن بشر بن وقش صاحبنا الذي كان معنا في الحلقة. اللهم اجمعنا معهم أجمعين، واجعلنا في زمرتهم، ولا تحل بيننا وبينهم يا رب يا كريم.